لتحليل هذه المواجهة، مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب غينيا بيساو، معانا واحد من أهم المدربين الأجانب اللي جم دربوا في الدوري المصري وفي الكرة المصرية، جورفان فييرا المدير الفني البرتغالي الأسبق لنادي الزمالك. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مساء الخير من هنا، لأننا لازلنا في المساء، لذا أقول لكم مساء الخير. حسنا، يسعدني أن أكون هنا معكم مع التلفزيون المصري لنتحدث عن أصدقائي في مصر. أنا دائما أسعد حين أتواصل مع الشعب المصري والصحافة المصرية واللاعبين المصريين وكل شخص مصري، أكن له كل الاحترام والتقدير. ونحن أيضا نكن لحضرتك كل الاحترام والتقدير، مدرب كبير ومدرب محترم، ذكرياتنا معاك ذكريات رائعة جدا، كنت مدرب رائع جدا مع نادي الزمالك ومع كل الفرق اللي اشتغلت معها في الدوري المصري. سؤالي لحضرتك، هل تابعت اليوم مواجهة منتخبنا الوطني المنتخب المصري أمام منتخب غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية؟ أولا أريد أن أقول لك أنني أتابع كل المنافسات، كل يوم أشاهد كل المباريات، لأن بالطبع مصر هامة ولها مكانة خاصة في نفسي، وأنا أحاول أن أتابع جميع المباريات. تابعت المباراة الأولى واليوم المباراة الثانية مع غينيا بيساو. من وجهة نظري مصر هي دولة، والفريق المصري دائما مؤهلا للعب المباراة النهائية، هذه وجهة نظري. وبشكل مختصر، الأداء المصري لم يكن جيدا بشكل كبير، وبصفة خاصة الدفاع، وكان كنا نتوقع أكثر من الفريق المصري، كان الفريق أكثر دفاعية، وأيضا كان فريق غينيا بيساو أكثر تنظيما من وجهة نظري. ماذا كان ينقص منتخبنا الوطني المنتخب المصري في مباراة اليوم من وجهة نظرك، وأيضا ماذا ينقصه من أول البطولة تحديدا كمان مباراة المنتخب النيجيري؟ نقاط. أنا لست هنا لكي أنتقد أو لكي أقول أشياء ضد أي شخص. أنا أتحدث كتقني أو كفني، وسأذكر لك ثلاثة أو أربع نقاط من وجهة نظري كانت هي نقاط مهمة تبين لماذا لم يكن لمصر نتائج أفضل اليوم. زي إيه النقاط دي؟ حسنا، النقطة الأولى لاحظت أن الفريق القومي المصري يقوم بارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها مع نيجيريا حين كان يلعب مع نيجيريا. كان هناك ضغوط تمارس على غينيا بيساو كما كان مع نيجيريا، كان هناك مساحات، وكان حين يحاولون اللعب فإن الفريق المنافس يكون مقترب جدا، وبالتالي يقومون بلعب كرات طويلة ويحاولون أن يستكشفوا ويتفوقوا في مجال السرعة. كانوا يستغرقون وقتا طويلا، وفي مسألة النقلات الكروية كانوا يستغرقون كثير من الوقت، ولهذا فإنهم كانوا يمنحون فرصة لدفاع غينيا بيساو لصد الهجمات. المباراة من المباراة الماضية من مباراة المنتخب النيجيري وأيضا هذه المباراة يتعرض كيروش لانتقادات عدة، رأيك إيه في كارلوس كيروش، وهل هو فعلا أخفق في مباراة المنتخب النيجيري، وهل اليوم أيضا لم يجيد في مباراة المنتخب الغيني؟ أنا مدرب كرة أيضا،
من السهل جدا أن تنتقد حين تكون مشجعا أو أن تكون صحفيا، لأن هذا أمر طبيعي، ولكن كل المدربين لا يجب انتقادهم من قبل زملائهم. كل مدرب له اختياراته تبعا لوجهة نظره ورأيه وعقليته وكيف يرى المنافس. أحيانا يكون هذا مجديا وأحيانا لا يكون مجديا. لا أستطيع أن أقول شيئا عن كارلوس كيروش، وهذا قد يكون غير مهذبا أن أقول شيئا عنه، ليس هذا شيئا جيدا، لأنني لا أريد أن أكون في هذه المكان اليوم وأن يقال أن هناك مدربا آخر ينتقده. بعيداً عن الانتقاد، أي الأمور الإيجابية تراها في كارلوس كيروش كمدير فني كبير لمنتخب مصر؟ حسناً، إنه مدرب له خبرة كبيرة وعريقة وقد أثبت ذلك. ولقد الأمر ليس سهلاً أن تكون مدرباً لفريقاً كبيراً. ليس الأمر سهلاً. يمكن أن يستمر ويثبت أنه مؤهلاً لهذا، وقبل ذلك هو لعب كمدرب لفرق قومية، وبعد ذلك ذهب لكولومبيا ولم يكن الأداء جيداً، ولكن هذا لا يعني أنه ليس جيد. هو الآن مع الفريق القومي المصري، لديها الكثير من النقاط الإيجابية، ولديه خبرة، ولديه استعداد جيد، ويستطيع التعامل مع اللاعبين، وهو قائد جيد، ولكن أحيانا لا تسير الأمور بشكل جيد. هذا يحدث كل يوم وكل وقت. طيب، على ضوء متابعتك للمنتخبات في كأس الأمم الأفريقية، أي المنتخبات بعد أول جولتين تراها هي الأفضل في هذه البطولة؟ حسنا، كما تعلم إذا ما كنا نتابع كأس الأمم الأفريقية فإننا نعلم جيدا أن الدولة التي تنظم البطولة دائما ما تتأهل لنهاية المنافسة، وإذا ما عدنا للمنافسات السابقة نستطيع أن نرى في مرات عديدة أن الدولة التي تنظم البطولة فإنها تكون هي البطل، وهذا ما يحدث مع الكاميرون على سبيل المثال. حقق انتصاران، وكان الانتصار الأول صعب، وكان الانتصار الثاني غير مريح، وأعتقد أيضا أن نيجيريا تلعب بشكل جيد ويلعبون كرة قدم جيدة، والمغرب أيضا، وقد يكون الأمر مدهشا للكثير من الفرق مثل بوركينا فاسو وربما السنغال. هم لا يؤدون بشكل جيد. أيضا السنغال، إذا ما كنا نتابع المنافسة فإننا نستطيع أن نقول أن السنغال لا تلعب بشكل جيد. الجزائر وأيضا النتائج لم تكن جيدة بالنسبة للجزائر، ولكن دائما الجزائر مرشحة لاحتلال مراكز متقدمة، ولا يمكن علينا أن نتابع ونرى أن هناك المزيد من المباريات التي ستلعب وقد تتغير المواقف. هل تفهمني؟ محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، جائزة تعلن بعد غد الاثنين. هل تتوقع فوز محمد صلاح في منافسة قوية جدا مع ليونيل ميسي طبعا وروبرت ليفاندوفسكي؟ حسنا، محمد صلاح لاعب رائع لديه قدرات وإمكانيات رائعة كلاعب، وهو يستطيع اللعب بشكل رائع في الملعب،
وهو يستطيع أن يسدد كرات في الهدف بفارق سنتيمترات بسيطة، ودائما لعبه مثير جدا. وأعتقد أن صلاح ليس مختلفا عن ميسي أو رونالدو أو ليفاندوفسكي، فقط ليفاندوفسكي من وجهة نظري لديه أداء رائع جدا في العام الماضي. صلاح أيضا يعتبر أحد الهدافين في الدوري الإنجليزي، وأتمنى أنه يفوز بهذه الجائزة لأنه يستحقها، هو عمل كثيرا من أجل ذلك، وسوف يكون الشعب المصري فخورا جدا به، وهذه ستكون هدية جيدة يستطيع أن يقدمها للشعب المصري. لابد أن أسألك سؤال يخص نادي الزمالك، هل تتابع نادي الزمالك في الوقت الحالي، وما رأيك لو كنت تتابع نادي الزمالك في المستوى الذي يقدمه نادي الزمالك في الفترات الأخيرة؟ أنا تابعت مباراة الأمس ضد إنبي، وتابعت المباراة وجميع المباريات، وأتابع الدوري المصري ليس فقط الزمالك، أتابع جميع الفرق المصرية، كل مباراة أتابعها بشكل جيد جدا. أحيانا أشاهد ست مباريات من مباريات من دوريات مختلفة. أحيانا اليوم رأيت كأس الإمارات، وأيضا أتابع الدوري المصري. وأعتقد أن الزمالك لديه خفقات ونجاحات، وأحيانا لا يكون الأداء جيدا من قبل الفريق. وكما نرى هناك الكثير من اللاعبين الشباب في الزمالك، وهذا أمر جيد لأنهم يحتاجون أن يحصلوا على المزيد من الخبرة، وحين يحصلون على تلك الخبرة سيكونون بحال أفضل. من وجهة نظري فإن الزمالك لديه ارتفاعات وانخفاضات، ولكنه لا يزال هو والأهلي الأكبر فرق في مصر، هم دائما على القمة. جورجن فيرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا الحديث الرائع الشيق دائما.